أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول في قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم الآية، هل هذه الآية عامة في الكفار جميعا أم أنها خاصة بالكافر الذي عندنا وعنده قرابة؟ هذه كما قال الله: الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، هذه عامة في كل من اتصف بهذه الصفة أنه لا يقاتل المسلمين ولا يخرج المسلمين من ديارهم ويجليهم من بلادهم كما يحال الكفار الآن اللي يجلون المسلمين من ديارهم وبيوتهم. فإذا كان الكافر بهذه الصفة يحسن إليه في الدنيا، أما المحبة في القلب لا، ما يود ما دام على الكفر، لكن يكافى على جميله، كفه شر عن المسلمين. نعم.